اختلف العلماء في أيهما أفضل، القيام أم السجود، فقيل بهذا وقيل بهذا، ولكل له دليل. فمن قال إن القيام أفضل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. ومنشأ الخلاف أن الله عز وجل قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولأن القيام فيه ركن وهو تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على القول بأنها ركن. وأما السجود فقال بعض العلماء هو أفضل، لأن الله عز وجل قدمه في الذكر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم، ولأنها حالة ذل وانكسار وخضوع لله عز وجل. وهناك قول فصل يجمع بين القولين ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أن القيام أفضل باعتبار ذكره لأن فيه قراءة القرآن، والسجود أفضل باعتبار هيئته لأن فيه ذلا وانكسارا وانطراحا بين يدي الله عز وجل.